استهلالا لمشروع العدالة بين الجنسين لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وبالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان، عقدت مؤسسة طاقم شؤون المرأة وعلى مدار يومين مؤتمرا حول الخطاب النسوي في الإعلام الرقمي، والذي ناقش كيفية التعامل مع قضايا النساء في الإعلام، خصوصا الإعلام الرقمي. مؤتمر اليوم هو يعطي الخطاب النسوي في الإعلام الرقمي، هذا يأتي ضمن يعني مشروع مع بين العدالة بين الجنسين لهذا الإنهاء أيضا العنف المبني على النوع الاجتماعي والوصول إلى العدالة بين الجنسين. هذا هو المشروع مع بين طاقم شؤون المرأة من 2018 مع مؤسسة أرض الإنسان. فنحن نؤمن في دور الإعلام كرافع للتغيير. أولا يأتي هذا اليوم للمحاور يعني الموجودة من أهمها كيف نغير الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في الإعلام. ويهدف المؤتمر إلى تحسين وصول النساء والفتيات للعدالة المجتمعية والعدالة الرسمية والمساهمة في الوصول إلى حياة خالية من العنف ضد النساء وتعزيز الوقاية والحماية للنساء الناجيات أو المعرضات لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر تعزيز دور المؤسسات النسوية وإبقاء قضايا المرأة حاضرة في الإعلام. يمكن مهم كتير إنه الوقت إجا حتى المؤسسات النسوية تعيد ترتيب التعاطي في الإعلام وترتيب ورصد وتدقيق حول المرحلة السابقة وبدء مرحلة جديدة. ما هي التدقيق في محنة الإعلام والمؤسسات النسوية؟ لماذا لا يحدث تغيير كبير؟ هل لأنه الإعلام بتعاطي الإعلام غير صديق مع قضايا النساء ويتعاطى معهن بطريقة فيها إشكاليات تثير المجتمع وتثير غضب المجتمع؟ يمكن مهم هذا المؤتمر حتى يزيل كل هذا الأسئلة الصعبة باتجاه محنة الإعلام ومع المؤسسات النسوية. اليوم هذا المؤتمر بيطرح قضية مهمة جدا، هو تسليط الضوء على قضايا المرأة في ذات السياق، ومن خلال النقاش اللي دار منذ قليل تم طرح الشراكة الفاعلة بين وسائل الإعلام والمؤسسات النسوية، وأعتقد أنه هذا شيء هام جدا لأنه الإعلام يحمل على عاتقه العديد من القضايا لمعالجتها بما فيها القضايا المختصة بشأن المجتمع. وتخلل المؤتمر نقاشا حول واقع الخطاب النسوي في الإعلام الفلسطيني، وتخلله أيضا نقاشا حول كيفية تحويل قضايا المرأة إلى قضية رأي عام، إضافة إلى المضامين المتعلقة بالمرأة في منصات التواصل الاجتماعي. كما تعرض المؤتمر إلى خطاب الكراهية والتنمر بحق المرأة عبر هذه المنصات.